هادو راه هما كرات الشوفان معروفه في السويد ودابا درت الخضره وغادا ندير شويه ديال الزيتون. صافي درت غير البطاطا والزيتون. صباح الخير الحباب، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ ان شاء الله هذا الفيديو هذا يلقاكم في احسن الاحوال يا ربي. ونبداو الفيديو ديالنا بالصلاه على رسول الله، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. المهم حبابي كيف ما كتشوفوا بديت معكم هذا النهار هذا بالخبز. صراحه رفقت الصباح وعجنت العجينه وخليتها ترتاح وخرجت تقديت بحال هكا شي خضيره اللي راه ما بقاش عندي الخضره، والخضره هنا حدانا غاليه البنات، وحتى في السويقه مشيت لقيتها غاليه. المهم غادي نشارك معكم الخضيره اللي خديت ونشارك معكم الثمن باش خديتها. صراحه في كاع المدن يمكن لا غاليه، يعني هادشي اللي كنسمع البنات كيقولوا الخضره راها طالعه، والدجاج خلاص البنات الدجاج ما جبتوش، مشيت باش نجيب الدجاج لقيتو داير 360، قلت بلاش منو ما غاداش نديرو. المهم حبابي كيف ما كتشوفوا جيت قرصت الخبز، ها هو دابا غادي ندوز باش نطيبو ونشارك معكم هذا النهار هذا، حيت بزاف ديال البنات قالوا لي ما تبقيش ديري لنا غير روتينات، بقيت نوعي في القناه باش حتى واحد ما يمل. هادو بنات قالوها لي اللي كنعرفهم انا، يعني قالوا لي اقترحوا عليا هذه الفكره وصراحه انا عجبتني، قلت اللهم نبقى مره ندير لكم روتين ومره ندير لكم بحال هكا وصفات طبيعيه، وباش حتى نتوما ما تملوش، وحتى نتوما الا كان عندكم شي اقتراح مرحبا بكم الف مرحبا. المهم حبابي دابا غادي ندوز نطيب في الخبيز ديالنا، وعاد غادي نمشي باش نكمل الشقه. وصراحه الدار راه مرونه وغنبدا بالكوزينه هي الاولى حيت سلمى راه قربت تجي، اللي عطلني هو هاد الخرجه اللي خرجتها البنات. يلا حبايبي بقاو معايا، غدا نرمي الخبز ونرجع معاكم. الخبز البنات راني درتو كيطيب، ودابا غدا ندوز باش نجمع هاد نغسل هاد المواعنات. كما كتشوفوا هادو راه المواعن ديال الفطور، وهنا باقي عندي شي حاجه ديال العشاء حتى هما ما غسلتهمش البارح. راني غير فقت كما قلت لكم وعجنت وخرجت باش نتقدى الخضيره حتى ما عندي ما ندير الغدا. غنغسل دابا المواعنات وعاد غدا ندوز نغسل الخضيره ونشاركها معكم الثمن ديالها. وكما عارفين على اختكم كما وعدتكم دائما نشارك معكم اليوميات كما هي بلا زواق بلا حتى شي حاجه، داكشي اللي كنديروه داكشي اللي كناكلوه داكشي اللي كنشقاه راه كنشاركو مع خواتاتي، وما عليكم غير تقبلوا عليا. يلا حبايبي دابا غادي نغسل هاد المواعنات، نحيد هنا كاين الشعا ما كيخليش ليا الضو يبان في الكاميرا. غادي نغسل هاد المواعنات وغادي عاد نغسل الخضيره، واخا راني تعطلت الواحد اللي كتكون عنده التقادير بحال هكايا تابعه كيتعطل، حفظ الله حيدت عليا الخبز. قولوا لي البنات واش نتوما الخضيره عندكم غاليه ولا لا، وقولوا لي المدينه حنايا في الجديده والله العظيم الا الخضره راها غاليه وغاليه بزاف بزاف، والدجاج وكل شيء غلا انا راه مشيت باش نجيب دجاج ما لقيتش، لقيتو غالي ماشي ما لقيتش لقيتو ولكن لقيتو غالي داير 360، وانا نقول حيد عليا من الدجاج هو اللي غادي يدير ليا، ندير عطواجين ديال الخضره ولا ندير عادي كان وصافي هادشي اللي كاين. غسلتهم ديال الثلاجه حتى هما راه كانوا خاويين، قلت لكم راه ما بقاش عندي حس الخضره في الثلاجه، غسلتهم وغنخليهم هنا يتساقطوا حتى ندير فيهم الخضيره. وهذه هي الخضيره اللي خدت هنايا البنات، خديت كيلو ديال الدنجال، الدنجال داير 4 دراهم. انا غادي نغسل وندير غادي نغسل الخضره باش نربح الوقت، غادي نغسل الخضره ونهضر معاكم ونشارك معاكم. الدنجال قلت لكم داير 4 دراهم ولكن راه ماشي راه السوق، خضيره مهم ديال اليومين ولا ماشي جديده، ماشي ديك الجديده، ديك الجديده راه فوق 5 دراهم والفوق، كاينه 7 دراهم 6 دراهم وسير الفوق. هنايا خديت خيزو خديت 2 كيلو داير 3 دراهم، وحاجه اخرى البنات ما خديتش من عند دوك الخضاره اللي كيكونوا، خديت مع مالي الكراس، مالي الكراس مساكن دائما كينقصوا ديك درهم 2 دراهم، وبنادم كيزعم ويتقدى، وخضيره زوينه
كما قلت لكم خديت هنا 2 كيلو ديال خيزو، وخط الربيع 4 ديال القبيطاس ديال الربيع غادا تنسالي ونقطعو ونديرو في الفريكو بلا ما نبقى نجبد، بلا ما نبقى مني كنعكز ملي كيبقى عندي بحال هكا كنعكز عليه. دابا غادا غير نسالي ونقطعو هو اللون ونديرو بحال هكا في شي بواطه ونديرو في الكونجيلاتور، وقسما نبغي نلقاه موجود. البصله البنات دايره 3 دراهم، كاين اللي داير ليها 4 دراهم، كاين امالي الكرارس كاين اللي كيدير ليها 50. المهم انا خديت بصيله زوينه 3 دراهم من عند امالي الكرارس نيت. وخديت بطاطا، دايره 120 140 كل واحد واش داير ليها. انا خديتها هنايا ب 80 ريال 4 دراهم باش خديت بطاطا، وتا هي من عند مالي الكرارس. الناس اللي فرج الناس اللي كيبيعوا الخضار وداكشي راه ما دويش معاهم على 5 دراهم والتحت، 5 دراهم والفوق الخضيره كامله. صافي هنايا وخديت تقريبا نص كيلو ديال القرعه الخضراء، تا هي هذه انا بغينا نديرو طويجين ولا شي حاجه كتجيني زوينه، ولا كسكسو نهار الجمعه ولا المهم. وخديت البنات التفاح، داير 3 دراهم، رخيص جاني انا التفاح هو اللي جاني رخيص داير 3 دراهم، وكاين اللي داير لي 5 دراهم. انا المهم خديت هذا اللي فيه شويه ديال الضربات ماشي بزاف، ها انتم كامله وفيها غير ضربه واحده، غنديروا غير العصير ماشي كامل مضروبه البنات، راه كاينه اللي مزيانه وكاينه اللي ها انتم كاينه اللي مزيانه وكاينه اللي تلقيتها غير ضربه صغيره. المهم خديتو العصير انا صافي، وخديت رميمينات خديت الرمان صافي. هادشي اللي كاين البنات، مطيشه كنت غادا ناخذها، قالت لي جارتي بلا ما تاخذيها راه عندي، جاب لها شي واحد وذوقات الناس جيرانها كاملين وعطاتني انا الله يعطيها الخير. صافي حبابي، وخديت الملح 2 بدرهم في الحانوت، كناخذ وحده بدرهم اللهم في السويقه، وجوج بدرهم خديت 2. دابا غادا ندوز باش نغسل هاد الخضيره ونقادها بحال هكا في الشبيكات وداكشي نخليها تسقطر، عاد غادا ندوز ندير الغدا. الغدا البنات راني جبت غير هنايا شويه ديال اللحم غير الباروخ، ها انتم غير شويه باش نديرو البنه وصافي. وما انا اخواتي تنجيبو الدجاج ب 360، كان الدجاج على 10 دراهم وكندفعو عليه كبير. دابا غادا ندير غير شويه ديال اللحم بحال هكا، اللحم داير 600 ريال، خديت انا نص كيلو داير 600 ريال قلت لكم، داير 1200 60 درهم، خديت انا نص كيلو قسمته على 2. ونكونوا فاهمين بنادم يدوز الوقت غير بحال هكا بالسردين، مره مره بهاد شويه اللوبيا، مره بالعدس، مره تقاد الوقت بنادم الله يحسن العون، حتى واحد ما لقاها كيبغاها. يلا حبايبي غادي نغسل الخضيره ونبدا نوجد الغداء، وخليكم مع خصكم. وغدا نشرد عليه بصيله ونديرو يتقلى ونديرو الغدا ديالنا بخضيره. وها نتوما معايا، وقبلوا على خصكم كما قلت لكم، راه يعني كلشي على طبيعته، ما كاين لا زواق لا بروتوكول، داكشي اللي درناه ها نتوما معنا فيه. البصله شحال خارجه، كيقول لك الا بغيتي تقطع البصله وما يحركوش عينيك ندغ المسكه. يلا هادي زدت عليكم اللي ما عندوش، انا ما عمري جربتها، انا عقلت عليكم. هاد القضيه ديال البصله اللي قلت لكم، كياخذوا ديك القشره ديالها قبل ما يبداو يقطعوا فيها، كيحطوها على ريوسهم دوك الطيابات ديال العراس، كيقول لك ما كتحرقهمش البصله. وما عمرني ما جربتها، ما نكذب عليكم ما عمرني جربتها. كاين اللي كيقول لك ندغ غير المسكه، حتى هي ما كتخليش البصله دير ديك الدموع، ولكن راه الدموع ديال فاش كدير البصله والله الا زوينه البصله العين، يعني كتغسل العين. انا بعدا ما كندير والو، واخا يبقاو يدمعوا لي عينيا كنخليهم.
فوقتكم. غندي دابا هاد الحيمات مع البصيله والزيت غنديهم فوق البوطه حتى يتشحروا، عاد كنزيد عليهم العطريه وغنرجع باش نقي الخضيره اللي غادي ندير. هنايا البنات راني شحرت درت العطريه وخليت ديك البصيله تنزلت ودرت العطريه، ودابا درت الخضره وغادي ندير شويه ديال الزيتون. صافي درت غير البطاطا والزيتون وخيزو وغنسد على الكوكوط حتى يطيب الغدا. صافي احبابي الكوكوط راني سديت عليها، غادا نديها فوق البوطه وعاد غادا نرجع باش نجمع هاد البوطاجي ونرجع هاد الخضيره حتى هي للثلاجه، وعاد نرجع معكم باش نشارك معكم واحد الكرات ديال الشوفان كيجيو فنين البنات، فنين فنين. الا جربتوهم غادي يعجبوكم وساهلين واقتصاديين ومية في المية البنات غادي يعجبوكم. غير بقاو معايا وشوفوا هاد المكونات. الوصفه هذه راها سويديه كيديروها بحال كرات ديال الشوكولات بحال، المهم هانتوما غتشوفوا الوصفه والطريقه. يلا احبابي خليكم معايا نبداو الوصفه ديالنا ديال الشوفان. هنايا عندي الشوفان انا راه درتو في مقيله وحمرته شويه، عاد غنخدم به غير شويه ماشي بزاف. هادي راه الجرانولا حتى هي شوفان غير زايده فيها المكسرات والعسل، هادي غير كاضافه انا كتعجب الدراري. جوج ساشيات ديال الكاكاو، مر اولا جوج معلقات ولا اربعه المعلقات، المهم اللي بغيتو ديرو. هنا انا درت تقريبا جوج معلقات كبار. فاني سنيده كتبقى دائما على حساب الذوق، تقدروا ديروا تنقصوا الحلاوه ولا تزيدوا. المهم هنايا انا غندير تقريبا كاس ما عامرش ديال سنيده، نتوما الحلاوه اللي بغيتوا، بغيتوا تنقصوا الحلاوه راه نقصوها. غنخلط هادو بعدا، عرفتو كيجيو واحد الكويرات زوينين ومغذيين، هانتوما غتجربوهم وغتشوفو راه ساهلين راه دغيا كيوجدو كيفما شتو. انا راه باقا كنوجد في الغدا، الغدا راه هو طيب وانا غنوجدهم حدايا، الغدا كيطيب وانا غنوجدهم حدايا. صافي هنايا راني خلطت هاد المكونات، غادا نزيد شويه ديال العسل اختياري، لا بغيتو لا ما بغيتوش بلاش. غنزيد الزبده، هنا تقريبا انا درت جوج معلقات. ما ديروش بهاد المكونات اللي درت انا، ما تقيدوش بالمكونات بالعبار اللي درت انا، المكونات هما هادو والعبار دائما كيبقى على حساب نتوما شحال درتو ديال الشوفان. انا الشوفان غير كان عندي ودرت القياس ديالو هنايا، مثلا تقريبا بحال شي نص كيلو ديال الشوفان، درت فيه جوج معالق ديال الزبده. هنايا عندي ساشي ديال نيسكافي اللي هي معلقه ديال نيسكافي، وغادي نديرها في كاس ديال الماء. تقدروا ديروا حتى القهوه ديال العبار ديك المعطره ولا المعصره ماشي المعطره. صافي هادو هما المكونات، دابا غادا نحاول نخلط هاد المكونات مع بعضياتهم. المهم راه ضروري غتخدمو بليديكم حيت الزبدة مغتخدمش ليكم إلا إلا درتو ليديكم.
ها انتم البنات راه تجمعت وتعلكت، شوفوا كيفاش ولات تعلكت مزيان. الجهد اللي غادي نديروا بها الشكل اللي بغيتو، دابا غادي نديرهم كويرات. تقدروا ديروهم كويرات بحال هكا ولا كبار، ولا ديروهم كويرات وتعاودوا ديروهم شويه طوال بحال هكا، المهم كيبقى لكم الاختيار. انا هنا غنديرهم كويرات، راه صحيين غير جربوهم وعطيوهم لوليداتكم بحال هكا في الفطور ولا الثومه ولا، المهم صحيين بزاف بزاف، خصوصا بحال هكا انا زدت فيهم هذيك الكرانولا وهي فيها المكسرات، فيها العنب مجفف، فيها بحال هكا شويه كاوكاو شويه اللوز شويه داكشي، المهم دوك المكسرات اللي كاين. كيف ما كتشوفوا درتهم كويرات على هذا الشكل. دابا غادي ندير هنا عندي الكوك، وهذا الكوك انا رفيت خدمت به نفس الوصفه، وفاش ساليت جمعت داكشي اللي بقى درته في الثلاجه، ودابا عاوتاني فاش غنعاود الوصفه راه هو اللي غادي نخدم به نيت. هادو راه هما كرات الشوفان معروفه في السويد. ونحاول نمرمد هاد الكرات بحالكم مزيان في الشوفان في الكوك حتى كيتغلف. هانتوما البنات هما زوينين، ما كرهتكم تجربوهم. صافي هنايا هذه راها عمرات، غدا ندير واحده اخرى نكمل بعدا هاد الكميه اللي بقات عندي ونديرها حتى هي في الشوفان ونديرهم في القريعه. وكان هذا هو الفيديو ديال هذا النهار، كيف ما شفتوا شاركتو معكم، واخا راه كامل داز غير في الكوزينه ولكن داك الشيء اللي عطى الله البنات. المهم دابا انا راني خرجت هنايا للبالكو، بغيت ندخل شي حوايج اللي كتصبنتهم البارح في الليل ودابا راه ما ناشفوا، غدا ندخلهم. ودوزت شطيطيبه على الدار، كنت ما باغاش نجفف ولكن مورا الغدا ان شاء الله غادي عاد غندوز جفاف، حيت الكوزينه عمرات كامله بالما، قلت غدا نجفف اللهم ندوز على الدار كامله. المهم حبايبي نتمنى هذا الفيديو يعجبكم، وما تنسونيش من اللايك ديالكم، من البارطاج ديالكم، من الدعم ديالكم. كنشكر جميع الناس اللي اشتركوا في القناه، كنقول لكم مرحبا والف الف مرحبا. الفيديو الجاي ان شاء الله غدا نحط لكم وصفه، وكما قالوا لي البنات غدا ننوع في القناه، مره وصفات ومره يوميات، المهم باش ما يكونش فيها الملل. يلا حبايبي في الفيديو الجاي ان شاء الله.